اطلاقا ما ينفعش تاخد مخدر طبعا، امال ايه؟ المخدر يموتها يتعبها خالص، وبيحصل عندي حاجه بتتعب انا اللي بعالجها برضك. بس لازم يكون عندي خبره بالحيوان طبعا، لو ما عنديش خبره لو جبتها ممكن تسقع تبرد. قلت لي ان هي ان احنا هنجوزها و و و أيوة. طيب انت عرفت منين ان هي محتاجه للخطوه دي؟ ايه النتايه بيبان عليها اعراض اللي بتفرز هرمونات وحاجات زي كده، وانا بعرف كل الكلام دوت. أيوة. وموسم التزاوج بتاعها والوقت اللي بتتجوز فيه والكلام دوت. فانت بتعمل يعني يعتبر بتنفذ اللي هي عاوزاه. وخلي بالك الناس واخده بطريقه غلط، يعني عندنا في مصر واخده بطريقه غلط، اللي انت الحيوان اللي انت عندك في القصر ده غلط. لا ده بالعكس، ده هو بياخد حقوق اكتر من الطبيعه. يعني ده ممكن في الطبيعه تقعد بالشهر ما تاكلش ولا 15 يوم، ممكن تقعد بالثلاث اشهر ما تاكلش. انت بقى بتاكلها ايه؟ فراخ، حمام، سمان، ارانب، يوم ويوم باكل. بتاكل فراخ وحمام وسمان؟ ده البني ادمين ما بياكلوش الحاجات دي عشان تبقى الجسم ده، عشان تبقى كده. ده انت بتصرف عليها كتير طبعا، لازم تصرف عشان تلاقي. بس يعتبر هي دي مصدر لقمه عيش. مش قصه مصدر لقمه عيش، هي حب. لو جينا نتكلم عن فلوس، اخر حاجه الفلوس عندي، بس اهم حاجه عندي رعايه الحيوان. ايوه بس صحيح. طب قول لي ايه تاني تقدر تعمل لنا شو او عرض؟ شو بقى؟ انا حاليا ما عنديش كوبرا. لو خرجنا دلوقتي جيت معانا نصطاد ولقينا كوبرا ممكن اعمل لك ممكن اعمل لك بقى شو دلوقتي. باذن رب احد. يعني انت يعني باذن الله. بس وبرضه بنطلع نصطاد التعابين اللي ورايا ديت. طب ورينا كده، عشان انا سمعت انك انت يعني لسه جاي من الصيد اصلا. لسه جاي من الصيد اصلا. فسمعت انك انت عندك تعابين. فما تورينا بقى الحاجات دي. انت لسه جاي اصلا. لسه جاي حاليا. احنا مشاهدينا الكرام في كل مكان بناخد، ودلوقتي لسه جاي من الصيد وهيطلع تاني، بس خلينا نشوف ايه اللي في الكيس، ايه اللي معاه. طبعا طبعا انا لازم المغامره دي لازم اخدها. ايه اللي في الكيس؟ ايه اللي في الكيس؟ الحاجات دي فيها سامه؟ الحاجات اللي احنا في الكيس دي هنشوفها نصف سامه. مش مهم، بس المهم ان هي نصف سامه صح؟ اوعى حاجه تطلع مره واحده يا ابراهيم، محتاجين في الموقع لما نشد شويه معاهم. ما نقدرش. حاجات كده زي كده، حاجات زي اهو. هيطلع ابراهيم، هيطلع ابراهيم. في الصندوق ورينا كده وفضي كده ورينا وشوف. ورينا احنا بسم الله، هنقول بسم الله اهو. اهم حاجه بسم الله. بسم الله اهو اهو كده داخل ليه يفضي الحاجات اللي اصطادها اهو. دي الحاجات كلها دي اصطادها. طب ايه هو ايه طبيعتها كده؟ النوع ده كده ولسه كمان هتكبر عن كده كتير يعني. لا اخي طب خلي بالك بقى، راجعه هتاكلك. لا راجعه هتاكلك. ازاي؟ بهزر. ما تخافش ما تخافش. لا 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 هتاكلني ازاي؟ لا ما تخافش، ما تقدرش طبعا، لان هي انت معايا. لا هي طبعا هي خلاص اطمنت ليك يعني، مفيش مشكله كده لحد ما انا صاحبها. تخينه قوي. انت مقتلها ايه؟ بتاكل فراخ، حمام، سمان، ارانب. بس وايه كمان؟ دي الاكل اللي انا باكله لها. لما هي لو فيها في الطبيعه بتاكل اي حاجه تقابلها طبعا. وطبعا في الطبيعه الرعايه ما بتبقاش زي القصر. القصر انت بتاكلها باستمرار، يعني هي لو في الطبيعه عشان تجيب الحجم دوت تقعد يجي خمس سنين. خمس سنين عشان تجيب الحجم دوت. كتير قوي يا ابراهيم. ما الطبيعه زي ما احنا قلنا الاكل مش متوفر مش على طول، ما تخافش.